أسامة في موعد مع شيرين، شاهدوا المزيد من التفاصيل. اليوم لاحظ الجمهور انه كل شلة دبي سافرت الى ابو ظبي لحضور مباراة كريستيانو رونالدو، من بينهم امكي واحمد اولاد خالاته لأسامة، وكمان برهم مع الراوي. لكن الشيء اللي لفت انظار الجمهور انه أسامة اختفى وما راح معهم، بالرغم انه أسامة ما بيفوت ولا مباراة للاعبه المفضل كريستيانو رونالدو. هذا الشيء اللي خلى الجمهور يفسر اختفائه انه يمكن طلع ديت مع شيرين بيوتي، ويذكر انه أسامة لما يكون مع عائلة بيوتي ما بيصور. تعال اعمل هاي السؤال. لا 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 اسمعي برو، هي هيك 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 كمان ناصر، يلا I love you. مهم طاهر كان هون ما موجود.